وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث رفع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا دعوى قضائية ضد ناديه السابق برشلونة للمطالبة بمبلغ 26 مليون يورو الخاص بمكافأة تجديد عقده مع الفريق الكتالوني في أكتوبر 2016. ووفقا لما ذكرته صحيفة الموندو الإسبانية، أشارت الصحيفة اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مقربة من مهاجم باريس سان جيرمان إلى أن اللاعب يطالب البارسا بدفع هذا المبلغ بالإضافة إلى 10% أرباح، مما يمثل إجمالي 30 مليون يورو. يرغب ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو باريديس لاعب زينات سان بطرسبرغ الروسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بيريز وضع باريديس صاحب 23 عاما كأول أهدافه في الموسم المقبل، وسيقدم عرضا بقيمة 35 مليون يورو لضمه بعد نهاية الموسم. أعلن أرسنال الإنجليزي عن ضمه مهاجم بوروسيا دورتموند وقائد منتخب الجابون أوباميانغ، وذلك في صفقة قياسية في تاريخ أرسنال بلغت قيمتها 56 مليون جنيه استرليني. وسيتقاضى أوباميانغ مبلغ 180 ألف جنيه استرليني أسبوعيا بعد توقيعه على عقد يربطه بأرسنال لثلاث سنوات ونصف. اقترب مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، لكن الصحف البريطانية الصادرة اليوم رجحت توقيعه على عقد جديد يمتد حتى 2022، حيث سيتقاضى بموجب العقد 350 ألف جنيه استرليني. وصل مانشستر سيتي الإنجليزي مفاوضاته مع مسؤولي ليستر سيتي لضم الدولي الجزائري رياض محرز في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية. وذكرت صحيفة دالي مير البريطانية أن السيتي قدم عرضا بمبلغ 45 مليون جنيه استرليني تم رفضه قبل أن يتم رفع العرض إلى 55 مليون جنيه استرليني.